بداية أشرف صبيحة اليوم الأحد وزير العمل وضمان الاجتماعي عبد الرحمن لحفاية على انطلاق قافلة تضامنية متوجهة للولايات المتضررة من الحرائق الأخيرة القافلة تضمنت مساعدات غذائية وطبية التغطية لسحر لونيس نشهد اليوم انطلاق قافلة تضامنية والمتوجهة إلى الولايات المتضررة جراء الحرائق التي شهدتها البلادنا في أواخر الأسابيع هذه القافلة أعدتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمساعدة كل الهيئات تحت الوصاية تتمثل هذه الهبة التضامنية كما ترون في عشر شاحنات معبأة بما يزيد 200 طن من المواد الصيدلانية والمواد الغذائية والمستلزمات وتلكم جزاء وزارة العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي لتتضامن مع كافة المواطنين الذين تضرروا من هذه الحرائق